السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناه باك بور توس. الان غندوزو لمرحله ديال التمارين الخاصه بالدرس لا موديراسيون دومبليتي. غنديروا اليوم واحد اكزرسيس دابليكاسيون، هو اكزرسيس غير بسيط جدا من اجل التتمه ديال الدرس، ومن بعد باش نديروا لا سويت ديال لو كور وغنديروا كيلكو اكزرسيس وغنديروا كوريكسيون ديال ليكزامان. اوكي، يلا حاولوا تيليشارجيو هاد ليكزرسيس، ديروا ان بتيت افور ومن بعد تشوفوا لا سوليسيون. سي بون، لا بروميير كيسيون عندي هنايا، عطاكم هنايا واحد السينيال كما كتشوفوا هنايا، سينيال سيمي سويدال. دونك مجموعة ديال لا كيسيون اللي غادي تكون مطروحة هنايا في الدرس هي خاصة شنو هو البيريود، شنو هو الفريكونس، شنو هو لا فاز، الأوريجين، أنسي دو سويت. إذا نحاولوا ما أمكن نجاوبوا على سؤال بسؤال. إذا لا بروميير كيسيون كيف ما عندي هنايا، أون كونسيديغ أن سينيال سيمي سويدال دو فريكونس إف، فوالا. L'exercice, dans la représentation graphique et ses contres, déterminer graphiquement son amplitude. D'abord, la première question, c'est très simple, déterminer l'amplitude UM. Donc, là, exercice 1, chercher UM. Yani, graphiquement, quand là, on a la tension 0,5, on va faire moins 0,5. إذن هنا UM مباشرة UM جرافيكمون كنلقاوها هي 0.5 فولت هنايا. هنا عندكم غادي تشوفوا داك هنا النمبر ديال لي ديفيزيون اللي عطاوكم هنا، وكل هنايا كيما شوف لي ليكزارسيس هنا في باردون في ليكزارسيس عندكم هنا كل ديفيزيون دو ديفيزيون كوريسبون ا 0.25 فولت. هنا غتحسبوا لو نمبر ديال لي ديفيزيون اللي كاينين من هنا، إذا لقاو 4 ديفيزيون 4 ديفيزيون correspond à x، donc x égal à 4 fois 0.25 sur 2 c'est 0.5، donc هنا 0.5 فولت. اوكي، دونك كيسيون سي تري سامبل، ما كنضرش واش لقاش واحد هذا اشكال في هنا. دونك هاد لا طونسيون كتوصل 0.5 الماكسيموم ديال 0.5 كتوصل موان 0.5. لا دوزيام كيسيون شيرشي لا فاز ا لوريجين، دونك هنا لا فاز la phase a dit 1 la phase à l'origine la phase à l'origine voilà donc la phase à l'origine phi chnaya kanni w biha donc hna alqaw hna u de t la tan ktsb alaha hach chkel u m cosinus omega t plus phi donc had la l'angle phi هي سميتها على فاز الو. علاش سموها لا فاز الاوريجين؟ يعني لوغسكو تي كتساوي زيرو هنا جو رومبلاس هنايا هاد لونكل كتولي غير في. دونك هنا او دو او تي كتساوي زيرو ايكالا او ان فوا كوسينيس دو في، دونك تي ايكالا زيرو او دو تي كتساوي زيرو ايكالا او ان كوسينيس دو في. C'est bon. Mon objectif, c'est de chercher f phi. Et donc, là, comme vous voyez ici, at est égal à 0. Donc, là, at est égal à 0, i de 0 est égal à 0. Donc, cosinus phi égal à 0. Le cosinus de phi égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire phi at compte égal soit pi demi, soit moins pi demi. Donc, le problème qui se pose ici, واش غادي ناخذو حيت كوسينيس دو بي دومي سي زيرو، كوسينيس ديال موان بي دومي تاهي زيرو. دونك شنو غادي ناخذو، واش لا بروميير فالور ولا لا دوزيام فالور؟ دونك تبعو معايا الطريقة تبداو ديروها ديما في لي زيكزارسيس عندكم، هي طريقة فايت درناها في الكهرباء في البداية ديال العام. إذا هنا نتبعو مزيان، اش غادي تشوفو هنايا؟ تشوفو هاد لا فونكسيون كيفما كتشوفها، فهي دالة تزايدية، يعني هادا طالعة هنا من هنا تهنا. C'est bon. Idem là, on remarque, nous l'avons là, en français ou en arabe, c'est pareil. Donc là, fonction croissante, fonction croissante, ça veut dire là, moins 0, tel là, tel 1 millisecondes, de la partie là. Là, fonction croissante. Il y a une d de u sur dt est supérieur à 0. Comme on l'a dit là. Idem là. علاش غادي نديرو؟ غادي نشدو نديرو هادي هنا، دونك هنا ديريفي ديال كوس توجور سي موان سين،
دونك هنا اش كتساوي هنايا هي يو ام ديريفي ديال يو سور دي تي ايكال موان يو ام فوا اوميغا سينيس اوميغا تي بلس في. ولكن ا تي كتساوي زيرو اش غادي يكون؟ جو رومبلاس تي بار زيرو. دونك هنا ا تي كتساوي زيرو. اذا هنا تي كتسولي كتساوي موان يو ام اوميغا سينوس دو في. دونك ici عندنا ديريفي دو اي سور دي تي كتساوي زيرو هنا سوبيريور ا زيرو. دونك هنا هاد لا بارتي كلها خاصها تكون بوزيتيف وهنا كاين سين نيجاتيف اوتوماتيكمون سينوس دو في غتكون نيجاتيف تتناقص مع الناقص زائد نديرو سينوس ديال موان بي دو بي سي موان زان دونك اوتوماتيكمون في غتكون موان بي دو بي مايمكنش تاخد بي دو مي حيت السينوس ديال بي دو مي ايكال ان وخاص السينوس ديال في كتكون انفيريور ا زيرو. دونك هنا في ايكال ا موان بي دو مي c'est bon. Donc la phase à l'origine c'est moins pi de mi. C'est bon. حاول تاخد des notes باش غادي نمسح هاد لا بارتي مباشرة. لا غادي نحطوها هنا نكتب اللي لقينا نصبوها هنا موان بي دو مي سي بون. هادي لقينا يو ام نحطوها هنا اللي لقينا نحسبوها هنا يو ام سي 0.5 فولت باش عندنا في اشكال. ندوزو لا كيسيون لا فريكونس تبع معايا. Donc, la question est de l'ébène. On cherche la fréquence. La fréquence F. La fréquence. Quand je vois que je vais faire la question, il devient F toujours c'est F égale à 1 sur T. Après, il y a une tarifa qui veut dire c'est T. Il devient comme je vois les deux extrêmes en lesquels il y a. Il dit on a. Il dit T. Pourquoi tu as fait un tel et tel et tel et tel. ممكن ولا من هنا لهنا سي باغاي سي بون. اذا هنا قمتان كيكونوا قصويتين متابعين ولا قمتان دنويتين متابعين كتاخد هنا شحال غادياتهم هنا. اذا هنا مباشره شحال عندنا هنا من ملي سكوند. اذا من هنا شحال هنا سي ان هنايا ها واحد ها جوج ها ثلاثه. دونك هنايا هنا اذا هنا أربعة هنايا سي 3 ملي سكوند سي بون. كتبان لك هنايا نشوفو النور ديال لي ديفيزيون شحال هنا سي هنا ما بين هنا وهنا ما بين هنا حتى هنايا سي 2 وما بين هنا لهنا عاوتاني سي 2 دونك 4 ملي سكوند. خذو من هنا حتى هنايا ولا من هنا سي باغاي هنايا سي 4 ملي سكوند هنا. دونك هنا تي يقال 4 ملي سكوند سي بون. إذا هنا ناخد اف il y a 4 10 moins 3. Il y a f c'est 1 sur 4 10 moins 3. Si 10 à la puissance 3 sur 4, f la puissance à la 4, il y a 250. Donc la fréquence c'est 250 Hz. C'est une question qui est très chouette. Dernier exercice. غير بتحاول ما كان انا كنت تاقلموا مع هذه المجموعه ديال التمارين اللي غادي يبداو يجيو هنايا خاصين في الدرس ديال لا موديلاسيون دامبليتيد ديال اللغه العربيه هي تضمين الوسائل سي بون. دونك ايكريغ ليكسبرسيون دو لا تونسيون يو دو تي دو سو سينيال اون فونكسيون دي طون. دونك هنا ليكسبرسيون دو سينيال شوفوا ليكسبرسيون دونك دابا غنحاول نجمعوا داك المعلومات اللي لقيتهم هنا ونحاول نكتب ليكسبرسيون ديال السينيال. هنا اي دو تي ايكال يو ان كوسينيز ديال اوميغا تي دابا بلوس في دوك القيمه نحطوها للقيمه يو ان سي 0.5 كوسينيز اوميغا توجور سي 2 بي فوا اف فوا تي موان بي دمي فريكونس اف هي 250 إلا ضربتيها فوا 2 صافي 500. إذا هنا غنعوض 500 بي 500 بي فوا تي. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال لو سينيال 0.5 كوسينيس 500 بي فوا بي تي موان بي تي سي بون. دونك لا كيسيون دابخي بور كابتي اون تيل اوند لونتين دوا افوار دي ديمونسيون دو لوردر دو لا مواتي دو لا لونغور دوند سي بون.
اذا هنا هاد لو سينيال باش انا نقدر نشدو بواحد الهوائي. اذا السيدي كان خاصو يكون الديمونسيون ديالو يكون هنا الابعاد ديالو يكون لا موتي ديال لا لونغور دون. اذا هنا خاص نحسبو لا لونغور دون ونديرو لا موتي ديالو ونشوفو شحال هاد الهوائي اللي خصني ندير بحال هكا يعني البارابول اللي غادي نشدو بها هاد لو سينيال. سي بون. اذا هنا غادي نطبقو العلاقه اللي كنعرفوها كاملين هاد لا بارتي هنايا لي دي فوالا. اذا هنا لا كيسيون كو دوفري اتر سا لونغور كونكليزيون فوالا. نبدا نحسبو اون سي. دابا هنايا اون سي كو سي ايكالا باردون سي ايكالا لاندا سور تي سي لاندا fois f. C'est bon. Donc, il y a là. L'objectif, donc, il y a les dimensions. Voilà. Pour capter une telle onde, l'antenne doit avoir des dimensions de l'ordre de la moitié. Donc, il y a f, ça se trouve égal à lambda sur 2. Très bien. C'est bon. Donc, les dimensions de la parabole. Donc, il y a lambda sur 2. Lambda quoi est égal 6. Lambda quoi est égal non. Lambda C sur F. Donc lambda sur 2. Il est C sur 2F. C c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. F c'est 500. Il y a, oui, c'est ça. 2 fois 500. Hertz, non pardon, je fais la partie de F, c'est 250, oui c'est 250 F, Hertz, c'est bon. Donc on a un dérouage de calcul, 2 fois 250 c'est 500, Hertz, c'est ça, fois 10 à la puissance 8, c'est bon. Il y a هادو هادي لا فالور هي اللي خاصنا نحسبوها باش نلقاو ال اكوا ايغال. اذا هنا ندوا فيغ ان تي كالكول سي هنا 3 10 على بويسونس 6 سور 5 دونك سي 300 كيلومتر باردون شي 600 كيلومتر ici دونك امبوسيبل trouvé chez antenne de 600 km donc c'est irréalisable. Donc داكشي علاش خاصنا ضروري نفكروا فشي طريقه باش نرسلوا هذا لو سينيال. اذا هنا داكشي علاش كنلتجئوا للطريقه اللي معروفه هي تضمين الوسائل يعني كنقلبوا على واحد لوند بورتوز هي اللي كتهز لنا هذا لو سينيال وكتوصل لنا كيف ما شرحناها في الدرس. سي بون. اذا هنا هذا هو السبب علاش كنستعملوا التضمين ديال الوسائل. سي بون. اذا امبوسيبل de réceptionner le message, c'est presque impossible. Maintenant, chez Hawaii, il fait qu'on a de la dimension de 6 km. Très chez parabole, il fait de 6 km. C'est bon. Donc, nous avons la suite. Il y a la question qui est taquée là. Quel paramètre de l'onde porteuse a été modifié? اذا هنا لوند بورتوز ديال الموجه الحامله هي اللي كتعمل لنا لو سينيال هي اللي كتكون في فريكونس ديالها كبير بزاف صافي ديغ كيكون عندها الدور ديالها صغير بزاف اف ايكال ان سور تي. كما كتلاحظوا هنا قال لكم لا كيسيون كيل بارامتر دو لوند بورتوز ا ايتي موديفي. اشنو شانجينا حنا في لوند بورتوز من بارامتر اللي شانجينا؟ واش شانجينا الوسط ولا شانجينا يعني لا فاز لوريجين؟ كما كتشوفوا هنا اللي كيتغير هنا كيبقى يطلع ويهبط يطلع ويهبط. اذا هنا الوسع هو اللي كيبقى يطلع ويهبط. اذا هنا لامبليتيد هو اللي شانجينا هنايا. سي بون. اذا هنا كومون ابل تون سو تيب دو موديلاسيون؟ اذا هاد لو تيب دو موديلاسيون هو لا موديلاسيون دامبليتيد يعني تضمين الوسع هو اللي عندنا في الدرس هو اللي وركنا عليه بزاف هو اللي عندنا في التمارين هو اللي عندنا في الاكزامان. اذا كيبان ليا هاد الاكزاسيس كملناه وكنتمنى انه تكون استفاده كبيره في هاد التمرين. غنديرو تمارين وحدين اخرين وغنكملو الكور ولا كان شي اشكال في هادشي ما تنساوش ديروا واحد
التعليق لتحت باش نعرفوا كيفاش نوجدوا لي زوطخ فيديو. يلا الله يوفق، بروشان فيديو ان شاء الله.